مرحبا المتابعين، عدنا اليكم بفيديو اخر خاص بالربح من الانترنت. فنتكلم فيه اليوم عن السبيا ماركتينغ، فاقوم باعطائكم طريقه لكي تقوم بالترويج لعروض السبيا ماركتينغ ونقوم بالتطبيق في الحاسوب. بطبيعه الحال هذه الطريقه يعني تعتمد على مواقع الكترونيه ذات جوده عاليه، لديها ترافيك عالي جدا او تكون لديها اوتوريتي عالي جدا من 85 الى 99%. بطبيعه الحال هذه الطريقه لا يعلمها الكثير من الاشخاص. سنقوم باخذ سبيا ماركتينغ، يعني منتوج خاص بالسبيا ماركتينغ يكون مطلوب في السوق، اي لديه عمليه بحث كبيره في جوجل، وايضا نقوم بوضعها في موقع الكتروني ذات جوده عاليه، اي انه يمكن ان يقوم برفع السبيا ماركتينغ الخاصه بك في عمليه البحث في جوجل، اي يضع منتوج خاص بك في الصفحة الأولى لجوجل. لذلك اتبع الخطوات التي سوف نقوم بها لكي تقوم بالترويج لهذا المنتوج بكل احترافية وبكل جدية. تابع معي الفيديو حتى النهاية وطبق الخطوات التي أقوم بها، ولننطلق لمشاهدة شرح الفيديو. كل شيء سوف تقوم به أصدقائي هو أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع travelbiot.com. هذا هو الموقع، يمكنك أن تقوم بالتشفي مباشرة من خلال حسابك في جوجل. بعد أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع سوف تتوجه إلى هذا الخيار الموجود هنا Programs، تقوم بالضغط عليها، وهنا سوف تقوم يعني باختيار دولة الولايات المتحدة الأمريكية، نقوم باختيار United States مباشرة أمريكا. سوف تفتح معنا، سوف يأتيك عدة خيارات موجودة هنا. بطبيعة الحال نحن نقوم باختيار CPA التي لا نحتاج فيها إلى تأكيد في الترافيك أو زيارة إلى الموقع الإلكتروني. كما ترون فهنا يطلب منك مثل هذه CPA الموجودة هنا، يطلب منك تأكيد الترافيك الخاص بك أو تأكيد الشروط التي يريدها. بطبيعة الحال نحن سوف نقوم باختيار يعني CPA التي لا تتطلب تلك الشروط، وهي معتبر يعني كل السبيا الموجوده هنا خاصه بالترافيك، خاصه بالسفر والتنقل. قم بالنزول الى الاسفل، سوف نجد يعني خيار موجود هنا، اين هو؟ سوف نقوم باختيار اين هو، نعم هذا هو كيوي تاكسي. تقوم بالضغط على ديتايلز بهذا الشكل، تقوم بفتحه سوف يظهر معك بهذا الشكل، يعطيك بعض الشروط يمكنك ان تقوم قراءتها، ولكن ما يهمك هو يعني الاوفر او الكوميشن التي سوف تقوم بربحها. سوف تربح 6 اورو على كل افليت او كل سي بي افليت خاصه بهذا الكيوي تاكسي. بطبيعه الحال يعني عندما يقوم بانجاز مهمتين سوف تحصل على 12 اورو، وكل مهمه سوف تحصل على 6 اورو. كل يعني يعطيك بعض الشروط هنا يمكنك ان تقوم ب قراءتها حتى تفهم طريقة العمل، يعني طريقة بسيطة وليست ليست هناك أي إشكال في ذلك. يعطيك شروط يعني إنجاز يعني الأوفر الخاصة به مباشرة، كما ترون لا يشترط عليك أي بلد، فهو يشترط عدة دول بالإنجليزية الإسبانية الألمانية الإنجليزية كل شيء. بطبيعة الحال سوف تقوم بالضغط على هذا جوينت بروجرام، تقوم بالضغط على هذا الشكل، سوف يتم ربط حسابك الموجود على موقع travelbio.com وهذه الاوفر الخاصه بكيوي تاكسي. نقوم بالضغط هكذا بهذا الشكل، سوف يتم ربطه مباشره. نقوم بالضغط هكذا مباشره، نقوم بالضغط على tools، سوف يتوجه مباشره، نقوم بالضغط على link بهذا الشكل، سوف يعطيك الرابط الخاصه بك، سوف يعطيك رابط خاصه بك، يعني يمكنك ان تقوم بمشاركتها على CPA الخاصه بك لكي تقوم بالحصول على المال، سواء كانت باللغة البرتغالية البولندية وأيضا الفرنسية الإسبانية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أو الإنجليزية. أنت سوف تقوم باختيار اللغة الإنجليزية. بطبيعة الحال هنا قمنا بإنجاز يعني الخطوة الأولى من السبيا أو الأوفر التي نريدها، نتوجه مباشرة إلى هذا الموقع. هذا الموقع هو amp.tv. هذا الموقع يعطيك يعني إمكانية وضع ستوريز في جوجل في محرك البحث، يعني هذا الموقع خاص يعطيك بلاتفورم او يعطيك مواقع خاصه بوضع ستوريز في محركات البحث في محركات البحث لجوجل حتى تظهر في الترتيب الاول او في الصفحه الاولى لمحركات البحث. انا اقوم باختيار هذه البلاتفورم، دائما اقوم بالعمل عليها، اين هي؟ ستوري فاين، نعم هذا البلاتفورم او هذا الموقع كما ترون ستوري فاين. لكي تقوم بالتسجيل سوف تقوم بالضغط على جيت ستارت مباشره، بهذا الشكل تقوم بالتسجيل مباشره عن طريق حسابك في جوجل دون اي صعوبه. مباشره تقوم بالضغط على هذا لكي توافق على السياسه الخاصه بك، ثم تقوم بالضغط التسجيل على حسابك في جوجل. انا قمت بالتسجيل مسبقا لذلك سوف نقوم بالدخول مباشره من خلال حسابي في جوجل. الموقع سهل وطريقه العمل سوف تكون سهله.
بطبيعة الحال سأقوم بشرح لكم يعني جميع التفاصيل وكيف ستقوم بصنع السبب الماركتينج الخاص بك وتقوم بالترويج لها يعني في ستوري الخاصة بهذا الموقع. لكم بإنجازها مسبقا بهذا الشكل سنقوم بصناعتها من جديد حتى أريكم يعني طريقة العمل أو طريقة إنجازها. نقوم بطبيعة الحال نحتاج إلى ستوريز خاصة بالترب خاصة بالسفر، سنقوم باختيار هذا الخيار هنا ترافل بهذا الشكل. سوف يظهر معك عدة خيارات يؤتيك يعني أنت اختر الصورة أو ستوريز التي تكون مناسبة لك. أنا قمت باختيار هذا الستوريز هنا لأنها متعلقة بالسيارات. نقوم بالضغط على كرييت بهذا الشكل، قم بكتابة اسم الخاص بالموقع سن أين هو تاكسي تاكسي، نقوم بأخذ العنوان بهذا الشكل هنا، نقوم بأخذ الشكل باست بالنسبة للتاكسي، نقوم بأخذ الشكل ونقوم بالضغط على كرييت. سوف ياتيك بهذه الطريقه. بالطبيعه الحال سوف نقوم نحن بتغيير يعني الكتابه الموجوده هنا او العناوين الموجوده هنا، نقوم بتغييرها هنا، نقوم بالتوجه الى موقع كيوي تاسك. هذا هو الموقع كيوي تاسك، سوف نقوم بوضع هذا الاسم هنا كيوي تاكسي سيكون هو الافضل هنا شكل، نقوم بتغييره قوم برفعه الى سوف يكون افضل. قم بزيادة الخشب الخاص به، يمكن تغيير الخط هنا، نقوم بتحسين الخط والفوضى بالشكل حسب ما يكون مناسب بالشكل. نعم نقوم بتغيير اللون، يمكن تقوم بتغيير اللون هذه الطريقة. حسنا فهو جيد يعني حتى اريكم طريقة يعني صناعة هذه الستوريز، ويمكنك ان تقوم بتغييرها او تحديدها حسب الالوان او الشكل الذي تريده. بالنسبة لهذه الكتابة ايضا سنقوم بتغييرها الشكل، ونقوم باخذ هذه الكتابة الموجودة في ستوريز كنترول في الشكل، نقوم بتحشيد إذا نقوم بتغيير الخط مثلا من حسن نقوم بتغيير بهذا الشكل، نقوم بتغيير شيء نعم هو جيد. نقوم بتغيير لونه إذا أردنا مثلا، سنقوم باختيار هذا اللون جيدة، نقوم بإعادة الشكل الأبيض نعم، نقوم باختيار هذا اللون فتكون هكذا افضل فهي جيدة. بالنسبة لخلفية الصورة يمكنك تغييرها بهذا الشكل هنا طريقة صناعتها. نقوم بإضافة صورة أخرى هنا، ولكن سنقوم بإضافة يعني المحتوى الذي نريد تبليغه للشخص الذي يريد رؤية محتوى السبب الخاص بنا، وبالضغط على أو إت ويب سيرفيس وبالضغط على تكست هذا التايتل كنترول في الشكل حتى نقوم ب يعني حتى نقوم ب نعطيها كلها نعم بهذا الشكل ستكون تكفينا بالكتابة. واحد نعود إلى الموقع بهذا الشكل سنقوم به. هنا ايضا كنترول في الشكل مثلا، يمكنك تصغير الكتابة حتى تكون كافية لجميع الكتابات التي نريدها فهي جيدة. هنا ايضا الشكل نقوم باخذ الخيار الثاني تركز فقط صناعة ستوريز لكي تقوم بوضعها في جوجل مباشرة في محركة البحث في جوجل. قم بتصوير الكتابة أيضا أو أيضا كنترول في
فهي جيدة بهذا الشكل بطبيعة الحال. كما ترون يمكنك أن تقوم بتغيير خلفية الصورة مباشرة، نقوم بتغيير خلفية حتى نعطيها منظر جيدا. مثلا ليست جيدة، نقوم بتغيير هكذا. نعم تكون أفضل. نعم فهي جيدة بهذا الشكل. عفوا نقوم بتغيير هذا الشيء. نعم فهي جيدة بهذا الشكل، تكون أفضل. حسنا نعم يمكنك أن تلقوها بهذا الشكل أو يمكنك تغيير فقط هذا الشيء. نعم بهذه الطريقة سوف تكون أفضل. هذه طريقة صناعة الأوفر الخاص بنا. الآن ماذا سوف نفعل؟ سوف نقوم بوضع الرابط أو نقوم بوضع اللينك الخاص بنا في هذه الصورة هنا. توجه إلى الموقع. سوف نقوم باختيار اللينك باللغة الإنجليزية. نقوم بضغط كوبي ونعود إليها. سوف تقوم بالضغط على الكتابة. تقوم بالضغط أيضا على مور. مباشرة نقوم بنصب الرابط الخاص بنا في أي كتابة موجودة على هذه الصورة بهذا الشكل. نقوم بعرضها هنا أيضا. نقوم بوضع سبينا. أي شخص سوف يقوم بالضغط على هذه الكتابة مباشرة سوف يتوجه إلى الرابط الخاص بك. سوف نقوم بالضغط على بريفيو حتى أريكم كيف سوف تظهر. بطبيعة الحال سوف تجد يعني هذا بهذا الشكل سوف تظهر هنا، وبالنسبة للحاسوب سوف تظهر بهذا الشكل. سوف تظهر بهذا الشكل أيضا هنا، سوف تظهر هنا ايضا كما ترى بهذا الشكل. هذه طريقة ظهور الصفحة الخاصة بنا بكل سهولة. سوف نعود ايضا الى الصفحة الرئيسية، والان سوف نقوم بنشرها في محركات البحث جوجل. ركز معي في هذه الخطوات فهي مهمة جدا، لانك سوف تختار الكلمة المفتاحية وايضا تختار العنوان الذي سوف تقوم بوضعه في هذه الصورة حتى تحتل المرتبة الاولى في عملية البحث. نقوم بالضغط على شير بهذا الشكل. نقوم بالضغط على ببلش ستوري. سوف يأتيك بهذه الصفحة. انظر هنا سوف يعطيك يعني عدة خيارات: سيو ديسكريبشن، سيو اوتور، سيو تايبس. سوف نقوم باختيار هنا نيوز ارتيكل. افضل سوف تكون افضل لانها تحتل المرتبة الاولى في عملية البحث. بالنسبة للاخبار سوف تكون سهلة الفهرسة. بالنسبة للعنوان قم ب نعم ونتوجه ايضا الى هنا. انت سوف تقوم باخذ هذا العنوان ونعود هنا. سوف نقوم بوضع فاصل ما بين سبيت أفضل ونقوم بنسخ ذلك العنوان. نشتري هذا النسخ. حسنا نقوم بتركيبه بهذا الشكل هايدلاين. هايدلاين نقوم بإضافته شيء. نقوم بإضافته. نمشي إلى جوجل أدورد. بالنسبة لجوجل أدورد هو من أفضل الأماكن التي تحتاجها لاختيار الكلمة التي سوف تضعها في العنوان والهايدلاين يعني العنوان الرئيسي لكي تدخل في عملية البحث. لمن لا يعرف طريقة استعمال جوجل أدورد في الكلمات المفتاحية، من أحسن أن يبحث عنه في اليوتيوب ويتعلم طريقة استعمال واستخراج الكلمات المفتاحية. قم بوضعها. سوف نقوم بأخذ يعني عنوان سبينا تاكسي كيوي بهذا الشكل جوجل أدورد. نعمل نسخ. سنقوم باختيار اللغة الإنجليزية. نقوم باختيار الجزائر بهذا الشكل. ونقوم بالضغط على أبدين ريزلت. أبدين ريزلت الجزائر. سوف تأتيك يعني عدة عناوين كما ترون هنا. أنت سوف نقوم بأخذ هذه الكلمة كيوي ريفلوز ونقوم بوضعها أيضا في الهايدلاين. سنن الشكل. بالنسبة للديسكريبشن سوف نقوم بوضع يعني جميع الكلمات المفتاحية الموجودة في جوجل أدورد يعني التي تتعلق ب كيوي تاكسي. هنا نقوم بوضع كلمة هنا وأيضا نقوم بتسجيل جوجل أدورد. نقوم بوضع الكلمة أيضا. سوف تقوم بوضع هذه الكلمات إذا لم تكن كثيرة قم بوضعها كلها لأنها الأفضل في عملية البحث. لنقوم أيضا سوف ننتهي بعد قليل. وبالنسبة لهذه الكلمات سوف تقوم أيضا بوضعها في التاكس. تأكد من أن تقوم بوضعها في التاكس لأنها سوف تجلب لك الزيارات إلى السبية الخاصة بك بهذه الطريقة. يعني أعطيكم في قادم الأيام أيضا طريقة أخرى في الأفليت ماركتينج. يعني سيكون هناك عدة حلقات سواء كانت في الأفليت ماركتينج، كريد بابل، ديزاين،
كل الأمور سوف تكون في هذه القناة إن شاء الله. تقومون بوضع جميع الكلمات، هذه الكلمات سنقوم بوضعها هنا في التاكس. بطبيعة الحال دائما يجب أن تقوم بوضع كلمة الوصف في التاكس فتكون أفضل شكل. التاكسي أيضا بسيطة جدا، فقط أعد نفس الخطوات التي أقوم بها أنا لتكون لديك كل الإمكانيات. كما ترون انتهينا من وضع جميع الكلمات، لدينا العنوان، لدينا الهايدلاين، لدينا الديسكريبشن. بالنسبة لي هذا العنوان سيو أوتور، حابب أن تقوم بكتابة هنا في ريفيو لأن قمنا باستخراجها من جوجل أدوات تكون أفضل. نعم نيوز ارتكل باللغة الإنجليزية، يمكنك أن تقوم إذا كنت استعملت مثلا اللغة الإسبانية وتقوم باختيار كلمة الإسبانية، حاول أن تقوم باختيار اللغة من هنا لأنه يدعم عدة لغات، فسوف تظهر الستوريز الخاصة بك باللغة التي تريد أن تعمل بها. بطبيعة الحال هنا قمنا بالانتهاء، كما ترون بوستر سوف يعطيك هنا كيف سوف تظهر يعني ستوريز الخاصة بك على محرك البحث سواء في عدة مواقع. كما ترون سوف يعطيك هذا الشكل الذي سوف يظهر هنا. نتوجه ايضا الى هذا الخيار الموجود شيرينج، سوف تقوم بتفعيل هذه الخيارات الموجوده هنا. كل هذه الخيارات سوف تقوم بتفعيلها لكي يتمكن الاشخاص من مشاركه يعني الستوريز الخاصه بك في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت عن طريق الايميل، فيسبوك، لينكدين، بنترست، تومبلر، تويتر، واتساب او غيره. بهذه الطريقه وتقوم بتفعيل السيف، نتوجه الى كونفيجريشن ايضا ونقوم بتفعيل هذا الخيار الموجود هنا ببلش ستارت، نقوم بتفعيله بهذا الشكل ونقوم بالضغط على سيف. بهذا الشكل قمنا بنشر يعني الستوريز الخاصة بنا في محركات البحث جوجل. ماذا سوف نفعل الآن؟ سوف نقوم بأخذ هذا الرابط ونقوم بفتحه في جوجل. سوف أريكم كيف سوف يظهر، سوف تظهر الستوريز الخاصة بكم كما ترون سوف تظهر بهذا الشكل. عندما يقوم الشخص بالضغط على هذا الزر الموجود هنا مباشرة سوف يتوجه إلى هذا الحساب ولكن عن طريق الريف الخاص بك كما ترون ترافل بايوت. أنك قمت هذا الريف الخاص بك عن طريق ترافل بايوت، وهكذا عندما يقوم بالتسجيل او القيام بمهمة في هذا الموقع سوف تحصل انت على 6 اورو او 2 اورو لكل او 12 اورو لكل شخصين بطبيعة الحال. هذه طريقة العمل، طريقة العمل سهلة جدا، فقط ركز في الخطوات التي قمنا بها وسوف تحصل على الاوفر الخاصة بك. سوف كما ترون في خلال ترافل بايوت سوف تحصل يعني على الاوفر الخاصة بك. اين هي اباوت؟ تمشي الى اباوت هي احسن طريقه لنشر السي بي الخاصه بك وايضا الافليت ماركتينج الخاصه بك. سوف اشرح لكم عده اوفر اخرى وايضا عده تجارب في الافليت ماركتينج والسي بي ماركتينج. هناك ايضا شيء مهم يجب ان تقوم بنشرها عن طريق التطبيقات لانه لن يدفع لك، يحتاجها عن طريق الهاتف وعن طريق الويب سايت لكي تدفع لك مباشره، وسوف تحصل على 6 اورو لكل عميل. هذه الطريقة أيضا في كل أنحاء العالم. أصدقائي يعني طريقة العمل بسيطة جدا، ركز في الخطوات التي قمنا بها وقم بنشر الستوريز الخاصة بك وسوف تحتل المرتبة الأولى في عملية البحث لجوجل. نفس الخطوات التي قمت بها حاول أن تقوم بها، وفي قادم الأيام سوف أعطيكم يعني حلقات أخرى حول السي بي ماركتينج وكيف تقوم بترويج لعروض السي بي ماركتينج دون أن تدفع عليها، فهي سوف تكون مجانية. وايضا بالنسبه للافليت ماركتينج سوف اعطيكم عروض خاصه بالافليت ماركتينج مطلوبه في السوق وتقوم بالترويج. هناك شيء مهم اريد ان اريكم اياه بالنسبه لكيوي تاسك، يجب ان نقوم بتفحصها هل هي جيده في جوجل ترند ام لا. سوف اريكم ذلك، سوف نقوم بكيوي تاسك، نقوم بكيوي تاسك وندخل الى جوجل ترند. كما ترون أصدقائي كيوي تاسكي منتشرة في روسيا ومهم جدا أن تقوم بالعمل عليها، سوف تحصل عليها بطبيعة في اليوم الماضي. أيضا كما ترون سوف تجدها منتشرة في تركيا وأيضا في يونايتد كينغدوم أيضا في تايلاند. يعني هذا الموقع مهم جدا لأي شخص يريد أن يعمل عليه وسوف تحصل على كثير من الناس. سنقوم باختيار 7 أيام، بالنسبة لي 7 أيام سوف تجدها منتشرة أيضا في روسيا أيضا فرنسا كما إسبانيا عفوا أيضا المملكة المتحدة، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند. هناك عدة دول تستعمل هذه التطبيق ويمكنك أن تقوم بربح منه عندما يقوم أشخاص بالحجز في الموقع والحصول على تاكسي مباشرة أنت سوف تحصل عليها.
كما قلت لكم هذه طريقة العمل في هذا التطبيق أو عفوا في هذه الأوفر. سوف أشرح لكم عدة أوفر أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة حول السي بي ماركتينج والأفليت ماركتينج. تابعوا معي في الفيديوهات أصدقائي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.